قامت إدارة التفتيش بوزارة الصناعة والتجارة بتكثيف الحملات التفتيشية على الشركات التجارية الصغيرة وبالأخص المملوكة لغير البحرينيين للتحقق من تطبيق القوانين والأنظمة وجدية هذه الشركات بالعمل التجاري. وتؤكد الوزارة أنها تحرص على تعزيز أدواتها الرقابية من خلال حزمة متكاملة من الإجراءات ومن خلال تكثيف الزيارات الميدانية للمحلات التجارية والشركات، حيث تم رصد شركتين مخالفتين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وغلقهم إداريا لمخالفة أحكام المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2015 بشأن السجل التجاري وجاري متابعة الشركات الأخرى. من جانب آخر، فإن الوزارة وبشكل مستمر تقوم بالتنسيق الفاعل بتنظيم حملات تفتيشية مشتركة مع كافة الجهات ذات الصلة وعقد العديد من الاجتماعات وتبادل المعلومات ووضع إجراءات رقابية مشتركة. كما تؤكد الوزارة أنها في مراجعة مستمرة لمتطلبات ومعايير تأسيس الشركات التجارية بما يتواكب مع التطورات الحديثة والممارسات الدولية في قطاع الأعمال. وتحذر الوزارة أصحاب الشركات التجارية بضرورة اتباع الأنظمة والقوانين المنظمة للأعمال التجارية وعدم استغلال التسهيلات التجارية التي تقدمها مملكة البحرين، موضحة أيضا أهمية دور المتعاملين مع الشركات التجارية بالتحقق من الشركة وأنشطتها قبل إجراء أي معاملات.